ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم السبت الموافق 14 اكتوبر 14/10/2023. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، بنصحك بانك تتوخى الحذر النهاردة وفي اموالك، وتتجنب انك تقوم بعمليات شراء واستثمارات ممكن تبقى متهورة لانك مش هتحقق النتيجة المرجوة من خلالها. حاول تركز على الاهداف الطويلة المدى وتدخر المال للمستقبل. هتتجنب انك تقترض اموال لانها ممكن تؤدي لتعقيدات كتير جدا في العلاقات. هتحسن نسبك النهاردة على صعيدك المهني كنتيجة لاحتكامك على عقلك في اغلب قراراتك الاخيرة، لكن احيانا ما تتحكم عاطفتك في شوية قرارات، عشان كده لازم تحاول بقدر الامكان وتحافظ على مسارك الحالي. عاطفتك وغريزتك تجاه اسرتك جميلة جدا، لكنها ممكن تبقى بتفرض في عقدك اللي بتبقى جامعة ما بينك وبين حبيبك. حاول تستمتع النهاردة بحاجة من عقلكم ومنطقكم لأسرتكم، ما تحاولوش تتحكموا في قراراتهم. المسؤولية مهمة جدا، لكن طريقة تعاملك مع الأشخاص اللي حواليك بالأخص شريك حياتك بتحتاج لكثير من التريث فيها. هتحتاج انك ترتاح الفترة الأخيرة، لكن ينبغي عليك انك تمارس رياضة جديدة عشان تحسن نفسك بدني ونفسي، فما تتجاهلش او تتكاسل عن بعض الأنشطة اليومية حتى لو في البيت. بالنسبة ليك الفترة الجاية مرحلة جديدة اجمالا هتحتاج فيها لكتير من العقلانية وحسن التدبير. هتستمع لمشورة من القريبين منك سبيلك للنجاح والتوفيق، فمش هتستنى الوضع الحالي بعيونك الحاضرة، هتبص للوضع بعيون المستقبل.